أمام الصعاب، وإنما ينجز على أرض الواقع، يحقق ما يريد إذا كان فيه خير لهذا الوطن العزيز. التاريخ سيدتي وسادتي شاهد على إنجازات هذا الشعب، وهذه المنطقة التي نقف على أرضها تحمل الكثير من المعاني. فالتضحيات في هذه الأرض لم تكن منذ أيام أو سنين، إنما من آلاف السنين. وقف المصري ليدافع عن هذه الأرض ويعمرها، ويقول قوله الدائم: لن أترك هذه الأرض أبدا، لن أترك شبر من هذه الأرض. إنه المصري الذي يسعى دائما من أجل أن يكون هذا الوطن سالما آمنا، مهما كانت التضحيات ومهما كانت الصعاب، يستطيع أن يحقق الأمل ويحول أحلامه إلى حقيقة. سيدتي وسادتي، فها هي الصورة، ولكن مهما كانت قدرة العدسات على التقاط الصور ونقلها إلى ملايين المشاهدين، إلا أن الواقع يحكي قصة متكاملة، يحكي كيف استطاع الشعب المصري أن يحقق هذا الإنجاز. إنها صورة رائعة، أما الحقيقة فتفوق ذلك بكثير.